اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده، وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله، ومبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله. صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في حلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال. صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه، وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان بنشي ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إلهي ناس ألوك بالإيس بالأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا تدعينا ونحمده على نعمة فينا. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاع جمعا
والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير you
فهو عبادي يوم المعادي نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى الدين لنا صلى على النبي محمد والحق لنا صلوا عليه والعدل لنا والكل لنا صلوا عليه أضحى الإسلام ما ندينا وجميع الكون لنا يا رسول الله الله
جميع الكون لنا.